كانت معاني أسماء مدن ومناطق في قطر. أول ما جيت قطر سكنت في منطقة اسمها أم غويلينا، فما كنتش عارف يعني إيه أم غويلينا دي، فقعدت أعمل سيرش عليها فاكتشفت إن ده اسم شجر منتشر هناك، شجر اسمه الغولان، ده نوع من أنواع شجر السمر أو الطلح، فهم مسميين المنطقة دي باسم أم غويلينا لأنها كان موجود فيها الشجر ده كتير. وهتلاقي أغلب الأسامي موجودة من المية أو من الأرض نفسها. فلو انت بصيت على قطر من المطر والمياه، الدوحة هي دي عاصمة قطر، ودي طبعا أول مكان أنا كنت نزلت فيه، والبدو كان بيسموها زمان دوحة قطر لأن في دوحات كتيرة في قطر وفي البحرين، في دوحة القضيبة، في السعودية دوحة رحوم، يعني كلمة دوحة دي منتشرة كتير، بس لما بتقول الدوحة بيبقى معروف إن هي عاصمة قطر، وكلمة الدوحة دي منتشرة يعني معناها التدويح أو الاستدارة، ودي معناها الخلجان المستديرة عكس الأخوار، الأخوار دي اللي هي الخلجان المستطيلة المتعرجة. وفي قطر موجود فيها الخلجان المستديرة كتير زي دوحة أم الماء أو دوحة ابن رحال وغيرهم. يعني الجسرة، ده الجسرة دي بيطلق على نوع من أنواع الصخور أو الحصى الكبيرة اللي موجودة على شاطئ البحر، لأن هو زي الجسر كده لأن الماية ما بتغطاش، بيكون بارز على سطح الماية. وفي منطقة مشهورة اسمها الوعب، دي أرض واسعة فيها أنواع كتيرة من النباتات والحشيش، بيسموها بالوعب، الوعب اللي هو المسطاح اللي هو ما اتسع من الأرض، ده في لسان العرب، والوعب اللي هو الحاجة الواسعة. وفي أكتر من منطقة في قطر اسمها الوعب. الرميلة دي حي كان ممتلئ بالرملة فعشان كده سموه رميلة، بس هو دلوقتي أصبح مكان سكني. وفي منطقة مشهورة وفيها حدائق كتيرة بنروح نلعب فيها اسمها البدع، ده حي مشتق من كلمة البدع أو ابتدع أو شيء غير مألوف، يعني المكان ده ما كانش حد بيسكن فيه وبعد كده في شخص سكن فيه فسموه البدع، ابتدع إن هو حد أنشأه وحد قعد فيه. في نعيجة، ده اسم بئر، الاسم الجغرافي يشير إلى بئر، كلمة نعجة هي تصغير لكلمة نعجة، وأطلق على هذا البئر اسم نعجة تشبيها لها بالنعجة التي تدر الحليب، لأن المية بتاعت البئر دي كانت حلوة فشبهوا حلاوتها بحليب النعجة. الريان، أصل كلمة الريان من الري أو السقي، والأرض بتاعت المنطقة دي منخفضة فكانت بتتجمع فيها المية وكانت بتروي الزرع لفترة طويلة. دلوقتي في مدينة كاملة اسمها الريان من المدن المعروفة. في لقطة، دي اسم جغرافي بيشير لضاحية، لقطة أصلها من لقيط والطفل الذي لا يعرف له أب أو أم، فهي المنطقة دي كانت بعيدة، منطقة نائية ما كانش حد يعني مش معروف لها كان اللي يعرف اسم فأطلق عليها لقطة. في منطقة مشهورة اسمها الغرفة، مشتقة من كلمة غرف، دي في موسم الأمطار المياه بتتركز في المنطقة دي بكثرة، لذلك الناس كانوا بيجوا ويتزودوا ويغرفوا من المياه دي فعشان كده سموها الغرافة. معيزر، دي منطقة برضو مشهورة، دي الاسم الجغرافي بيشيل روضة، روضة اللي هي منخفض ذات أشكال وأبعاد متباينة، ممكن تكون دائرية أو مستطيلة، فالأرض اللي انخفاض الأرض في الرياض فإنها تتلقى الرواسب المحمولة بالمياه والرياح. وكان في نباتات كتيرة موجودة في المكان ده زي السدر والعوسج والثمر. والمعيزر هي روضة صغيرة تتبع روضة كبيرة، وطبعا هي موجودة كتير في معيزر كذا، وعادة ما يكون مضاف إلى المعيزر اسم آخر هو اسم الروضة الكبيرة التي يتبعها. وفي الجميلية، دي بيشير لبئر، بئر موجود هناك بالنسبة لجمالها وحسن منظرها. في منطقة اسمها الدخان، ده أنا شغلت مشروع فيه اللي هو مول في قطر قريب من هناك، هو نتيجة للضباب، الضباب ده نتيجة حركة الرياح القوية اللي هناك، فالغبار بيبقى متعلق في السماء كأنه هو فيه دخان أو فيه ضباب كتير، بتقدر تشوف من بعيد كده كأن فيه ضباب في المكان دوت. في منطقة اسمها النقيان، دي اسم جغرافي يشير لكثبان رملية نتيجة الهبوب الرياح المستمرة من الشمال الغربي ولتحرك الكثبان الرملية. في أم سعيد، واحد صاحبي كان فاكرها أم سعيد كان بيعمل ورق والمصطفى بتقول له أنت ساكن فين؟ قال لها أم سعيد، هي أم سعيد
مسيد للتصغير لكلمة مسعد، وهو اسم التربة اللي ينبت عليها نبت اسمه السعد. السعد ده نوع من أنواع النباتات موجود كتير في منطقة اللوسيل، ده شرق قطر. في خور العديد، دي منطقة ساحلية، خور كلمة من كلمة هور، والخور في لسان العرب اللي هو مصب المياه في البحر، يعني جزء من البحر بيدخل في اليابسة زي خليج من البحر، وجمعه أخوار. والخور مثل الغور، منخفض من الأرض. والخور عبارة عن امتداد للبحر في هذه المنطقة على شكل لسان صغير، لما المية بترتفع الخور ده بيبقى مليان بالمياه، ولما بينخفض بيطلق عليه اسم خور. والخور بالقرب من جبل العديد سمي خور العديد، ودي منطقة سياحية الناس بتزورها بالذات في الشتاء. في سيلين دي جاية من كلمة إنجليزية اللي هي سي لاين، اللي هو ساحل البحر، وده في منتجع سياحي وفي شاليهات. في منطقة اسمها الخرارة، ودي كلمة خرة يعني عين مياه جارية، وسمي خرارة لخرير مائه وصوته. وفي موجود في قلب الكوفة، موجود في معجم البلدان، إن في منطقة هناك اسمها الخرارة، ودي موجودة في قطر جنب كلمة الوكرة، لأن كان فيها عين جارية وتتميز الأرض إنها ما بتمسكش في المنطقة دي، إنها ما بتمسكش المياه. الوكرة ده مدينة جاية من كلمة وكر وعش الطائر، لأن الطيور كانت بتاخد المكان ده وكر ليها. أبو هامور ده نوع من أنواع السمك. العريق ده منطقة من قريبة من تل العريق، والعريق ده عبارة عن تل أو عرق رملي يمتد لمسافة 20 كيلومتر. وفي منطقة اسمها أبو سمرة، دي مركز حدودي بيننا وبين قطر وبين السعودية، عشان في شجر سمر ضخم هناك في القريب من البير الموجود هناك، وده بين السعودية وقطر. وسمر ده شجر صغير، ما يعني تقريبا من حدود 6 ل 8 أمتار، وبتفرع من أسفل بتاعة الشكل اللي يشبه المظلة. في سوداء نسيل، دي اسم جغرافي بيشير لبئر. النسيلة يعني الرمال، شق الأمر من بئر توجد في المنطقة قد أطلق على ذلك البئر اسم سوداء نسيل، لأنه عندما تم حفرها كان نسيلتها سوداء، التراب كان لونه أسود. جو السلامة، جو يعني منخفض، تنمو في هذا الجو اللي هو المنخفض ده بعض النباتات والحشائش، عشان كده كانت البهائم بتتجمع عشان تاكل منه. وفي يوم من الأيام جاي لصوص عشان يسترعوا البهايم دول، وأصحابه قعدوا يطاردوا اللصوص فسابوا البهايم، فسلم منهم أصحاب هذه البهايم، عشان كده سموه جو السلامة، ومنخفض بتنمو فيه الحشائش والأعشاب، وغالبا بيعتبر بيكون مستطيل، بس هو معتبرش وادي.